منذ أكثر من 100 عام اختار المليونير البلجيكي إدوارد ديمبان أن يبني هنا هذا القصر على أطراف القاهرة من الناحية الشرقية في قلب الصحراء وقتها، وقرر ألا تغيب الشمس عن حجراته وطرقاته أبدا. الآن يتوسط قصر البارون حي مصر الجديدة قطعة تشع جمالا وتأريخا وفنا، وأصبح متاحا للزيارة بعد ترميم وزارة الأثار له والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبعد ساعات قليلة من افتتاحه من قبل رئيس الجمهورية. هيا بنا نجري جولتنا داخل القصر الشهير، قصر البارون. القصر ان هو هي جزء اساسي من تاريخ المعاصر او التاريخ الحديث لمصر. دي اهميه الاولى. الاهميه الثانيه ان هو جزء اساسي من تاريخ مصر الجديده، فهو حي عريق زي ما احنا عارفين، بيمثل مبنى تاريخي وتراثي عظيم بني على طراز الهندوسي زي ما احنا عارفين. 1907 استغرق بنائه 5 سنوات، 1907 1911 عمله المهندس الرائع طبعا الكسندر مارسيل على الطراز الهندوسي. كويس انك انت ترى مبنى على الطراز الهندوسي بهذا الشكل بهذا الجمال في مدينه زي القاهره هو امر غريب يعني. كويس، ولكن الراجل دوت كان مولع بحكايه الطراز الهندي اللي هو المهندس، هو ده اللي خلى البارون ديمبان استدعى سنه 1907 عشان يبني هذا القصر، واطلق عليه في البدايه الفيلا الهندوسيه، بس تم تغييره القصر الهندوسي يعني. عند صعودك الى الدور الثاني من القصر تجد عرضا لفيلم وثائقي يحكي عن اعمال بناء حي مصر الجديده وقصر البارون وشكل الشوارع والمحلات والسيارات الخاصه وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياه في ذلك التوقيت. هو اللي بيتعرض قدامنا دوت هو فيلم تسجيلي لتوثيق بانوراما مصر الجديده. واللي بعرض اللي قدامنا ده هو اسمه كاتش راما او بانوراما التراث. ده عرض من العروض المستخدمه عندنا في مركز توثيق التراث مكتبه الاسكندريه لعرض الافلام التسجيليه او الافلام الوثائقيه بمعنى اصح. احنا هنا طبعا تم التعاون ما بين وزاره الاثار عشان نقدر نوصل للكونتنت المحتوى اللي احنا نعمل فيلم تسجيلي عن توثيق مصر الجديده من اول ما ابتدت كفكره للبارون ديمبان لغايه وفاته وفكرة القصر والأماكن المهمة في مصر الجديدة. أما سطح القصر فله إطلالة مميزة على مصر الجديدة، مليء برموز طراز العمارة الهندية من تصميم المهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل، وجاءت وزارة الآثار لتحيي ما صنعه من جديد بتكلفة 175 مليون جنيه. إحنا هنا في سطح البانوراما، البانوراما دي السطح بتاع القصر. هنا السطح مميز برضه بالطراز الهندوسي اللي كان عليه القصر من بره. عندي هنا هو كان عامل المداخن الخاصه بالدفايات بتطلع هنا في السطح، بس على شكل البوابات الهنديه الهندوسيه دي هو واخدها كطراز شكل معماري واستخدام برضه في نفس الوقت للدفايات. اكثر من 700 زائر في اليوم الاول لافتتاح القصر الذي ياخذ زائريه في رحله الى الماضي ليستمتع بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياة اليومية المعروفة في أوائل القرن العشرين. هو القصر يعتبر من الأماكن الأثرية الفريدة في مصر، هو بقى له حوالي سنتين أو أكتر مقفول للترميم، فهو بقى له كتير ممنوع الزيارات، فمجرد إن هو أصلا تم الترميم وتم الافتتاح ناس كتير كانت متشوقة إن هي تيجي تتفرج أو تاخد كادرات وصور وحاجات كده باعتبار مكان فريد من نوعه. هنا تجد مجموعة متنوعة من الصور والوثائق والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ هليوبلس والمطرية عبر العصور المختلفة. كما يضم القصر منطقة خدمات سياحية مقدمة للزائرين بها كافيتيريا ومطعم موجودة بحدائق القصر، حيث تعكس الخدمات ومقدموها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين. فريد إدوار، سي تي في.